بتوعنا احنا. دي كان خامات تصدير بره. دي كده ممكن تعديها كصينيه كده كبرواز عندك. اه حامل سخن في نفس الوقت وخلي بالك دي وشها خشب بتاعها حلو خشب فنلندي. اه مش اللي هو الدي ام اف. اه اعملي اللي انت عايزاه. القطعه دي لو خشب النهارده بتعدل على الوحده 100 جنيه. ده خشب فنلندي مش عارف. بصوا حبايبي تنفع صينيه تنفع برواز تنفع اي حاجه ب 55 55 جنيه جميله جدا. في كمان منها الاشكال دي اهي. في منها الشكل ده حلو قوي اشكالها كلها حلوه قوي. ينفع برواز ينفع صينيه ينفع قطاعه. هي خشب والخشب بتاعها قوي قوي. عنده كمان هنا الخدديات الجميله دي حلوه قوي. دي فايبر من جوه الواحده ب 20 والاثنين ب 35 في العرض. شكلهم جميل قوي. دي كمان حلوه جدا. ممكن تشرح لنا دي يا عم محمد؟ بصوا دي حلوه قوي تنفع برضو كتابلو على الحيطه وتنفع كصينيه جميله قوي. كده تابلو كده صينيه صينيه ليها ايدين كده كده حامل سخن والخشب بتاعها حلو قوي. خشب باينه في الرنج الجيم. دي عامله 35 علي افضل الصلاه والسلام. دي عامله 35 وعندي منها حاجات ثانيه هوريك دلوقتي. يعني دي كصينيه وكتابلو تعلقيها على الحيطه هتنفع معاك. مش محتاجه كده شكلها شيك. وفي منها اشكال هوريها لك دلوقتي. هيوريكوا اشكالها كلها دلوقتي. بس هوريكوا حاجه كده صغيره. اه امسكي المفرش السيليكون ده حلو قوي. السيليكون بتاعه قوي يا عم محمد. طب اتفرجي على ده. لا ده اقوى. بصوا السيليكون ده اقوى وجامد. ورينا ده كده يا عم محمد ده شكله اكبر. بصوا حبايبي انا هوريكوا ده. بصوا ده عامل ازاي الفرق بين ده وبين ده. فرجوا كده على عم محمد عنده مصداقيه في الخامات. بصوا الخامه بتاعته عامله ازاي من جوه اهو. ده السيليكون بتاع الحاجات السخنه هوريها لكم دلوقتي. 60 جنيه. اه ده الخامه انضف خامه. مش انضف اتقل خامه. بص الخامه اتقل خامه. بصوا بتلات بتلاته اربعه من في السوق بتلاته من اللي هو ب 30 جنيه في السوق. اه جميل جدا حلو قوي. الواحد عامل 65 بس بصراحه يستاهل. بصوا انضف خامه. بصوا بقى ده اللي هو ب 30 جنيه بس خفيف ورقه. بصوا لا هو مش ورقه هو جنب ده ورقه لكن في حاجه هو جنب ده جنب ابو 65 ورقه. يعني هو بصوا خفيف ازاي. بصوا الفرق. بصوا ده خفيف ازاي وبصوا ده عامل ازاي. هو بيوريكوا الفرق السعر ايه. ده ب 65 التقيل جدا ده وده ب 30 جنيه زي ما انت عايزه. بس اللي هو ابو 60 ابو 65 ده بصراحه ثمنه فيه. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده حلوه جدا عند اولاد النمكي عند عم محمد. ازيك يا عم محمد؟ كل سنه وانت طيب بالصحة والسلامة. بصوا حبايبي عنده النهارده شغل تحفة وكله عليه عروض حلوة جدا. العرض ده لحد يوم الخميس الجاي برضو. اه عشان ما حدش يجي يسألنا عليه بعد كده. ماشي. الواحدة من ديت عاملة إن شاء الله بإذن الله 15 خدت الاثنين ب 25. هتاخد الاثنين ب 20 جنيه لحد الأسبوع الجاي. دي اللي هي السفنجة اللي بتلم ال بتلم التراب وأي حاجة عندك على الانتريه مثلا اللي هو في الخشب والكلام ده كله. اه بس جميلة قوي. عندك ديت برضه تستخدمها في المطبخ. الاثنين كلمة جبارة قليلة. ده شغل ماركات جاي ستوك. رزق اللي بياخد كتر. يعني لغاية الحد الجاي العرض؟ لا لحد الخميس الجاي. لغاية الخميس الجاي العرض ده حلو قوي. عنده حاجات كتيرة جدا عليها عروض. يا رب تعملوا لي بقى لايك يا بنات تقديرا لتعبي. هم بيفرشوا في سوق الخميس عند مجمع الأنصاري. أسيب لكم رقم التليفون في أول تعليق مثبت. وبيفرشوا في سوق الحد عند قهوة شرف في شبرا الخيمة. وأسيب لكم رقم تليفون عم محمد عشان لو أي حد عايز يجي مش عارف يجي يتصل عليهم. وانا كمان عامله لكم فيديو للطريق ازاي تيجوا في القناه عندي لو حابين تتفرجوا عليه. بصوا حبايبي هنشوف ماسك الحلويات ده شكله جميل قوي هوريه لكم. عايز الحل اللي احنا فيه ده. ده عامل كام يا عم محمد؟ بصوا حبايبي دي حلوه قوي اختراع كده جديد لسه نازل. دي عامله كام يا عم محمد؟ دي شغاله فاكهه شغاله بسكوت كل حاجه. فاكهه بسكوت تنفع تحطيها على التسريحه تحطي فيها الاكسسوارات هتشتغل معاكي في اي حاجه. في المطبخ برضه هتبقى ديكور حلو قوي. عامله كام يا عم محمد؟ دي ان شاء الله عامله 75 جنيه. 75 جنيه بس الماتيريال بتاعها حلو جدا. بصوا بقى الجديد النهارده عند عم محمد عنده صواني تحفه هوريها لكم دلوقتي كلها. دي انا وريتها لكم. ده بقى الحجم الكبير. بصوا الحجم ده قد ايه اهو. النهارده الجوله كلها حاجات جديده. كملي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك لتمر حنه. دي عامله كام يا عم محمد؟ عامله كام الصينيه دي؟ ديت 135. دي 135. دي 135 بس عايزه اقول لكم ان هي قويه جدا.
قد ايه حجمها ب 135 جنيه. ده خشب فنلندي بيقول لكم. ورينا دي كده يا عم محمد، بصوا كبيره جدا مش قادره اشيلها بصراحه. عامله 135، دي 135. ورينا دي كده يا عم محمد، بص حبايبي 135 زي ما انت شايفه كده. لو صينيه عشا شغاله معاكي. اه جميله قوي. خلي بالكم نفس الخشب الفنلندي، خشب تقيل تنفع للعشاء، بس تنفع للفطار. ده شغل خامات تصدير بره. ده خامات تصدير بره، كان مصدره بره. اه ده اول مره اشوفه عندك. الحاجات دي لسه جديده. بص بقى كمان الشكل ده، ورونا كده يا عم محمد. دي برده منها الحجم الكبير ب 145 جنيه. بصوا حبايبي شكلها شيك قوي. دي برده صينيه حلوه قوي. دي ب 145. دي ب 145 جميله جدا وحجمها كبير. اليد منها فيها زي ما انتم شايفين. بصوا ايديها منها فيها اهي. الخشب بتاعها نوع حلو قوي، شكلها شيك وحجمها كبير. ب 145. الالوان دي ضد المايه، يعني ما جرالهاش اي حاجه وعليها طبقه حمايه، مش كده؟ لا هي الوانها نازله كده، يعني الوانها ثابته، يعني تتغيرش من المايه ولا اي حاجه. ب 145. 145. 145 جنيه. في بقى البساطه دي عنده برده النهارده، عامله كام يا عم محمد؟ ده عامل 30 جنيه. لو انت رايحه كارفور تاخديه معاكي عشان ما تغيرش. جميل قوي، عامل 30 جنيه، شكله شيك جدا. ينفع تحطيه في المطبخ كده وتحطي فيه بواكي نسكافيه، بواكي اي حاجه. 37.5. وده 37.5. 45. عايز اقول لكم ان احنا كنا بنبيع ده لوحده 65 جنيه. اه هو رخص شويه، انت نزلت في سعره. لا هو الحمد لله وقعنا على حد كده. اه يعني دول شويه بضاعه كده موجودين يا حبايبي، الحقوهم بقى قبل ما يخلصوا. والباسكت اللي هو بتاع كارفور ده عامل كام؟ بصوا ده حلو قوي. العجلة دي عاملة كام يا عم محمد؟ أوريكوا ألوانها. 25. بصوا حبايبي 25 دي؟ دي 20. دي 20 الصغيرة أهي، والكبيرة أم 40 منزلها النهاردة ب 20 جنيه، ب 35، ودي ب 20 جنيه الصغيرة. كل الشغل ده هيكون موجود يوم الأحد عند قهوة شرف في شبرا الخيمة. لو عايزين بقى يا حبايبي من الحاجات الحلوة دي الحقوا. ودي عاملة كام؟ 55. ودي عاملة 55 الصغيرة أهي. تنفع تابلو برضو على الحيطه، وتنفع تستغليها قطاعه صينيه زي ما انت عايزه. هيوريكوا دلوقتي الحاجات اللي معاه، دي حاجات حلوه قوي وجديده. دي قطاعه بامي. اه ده اختراع بامي. دي بقى الاشكال دي ب 25 جنيه. جميله قوي. دي برضو كصينيه شغاله معاك. صينيه برواز تنفع، كوستر تنفع، برواز. اه الوانها حلوه برضو. شكلها شيك قوي. 25. في منها الموز 35، والكبيره ب 35 اللي انا وريتها لكم. اه دي شكلها جميل قوي، ينفع الصينيه تقدمي عليها كده كوبايه شاي، تقدمي عليها اي حاجه، شكلها شيك قوي. ينفع هنا الخرمين دول تعلقيها برضو على الحيطه، صح؟ تعلقهم تعمل لها يد، او تعملي لها يد كده، تعملي لها يد من ورا وتعلقيها برضو على الحيطه، تبقى حلو. في منها بقى اللي هي ام 25 الصغيره اهي، الوانها كلها حلوه وشكلها جميل قوي. عنده النهارده شويه شغل حلوين جدا. دي سكاكين هيوريكوا السكاكين دي حلوه سكاكين. جديده. مال دي ايه دي كده؟ اسبتوله لو بتنزلي حاجات متكبه، حاجات صغيره. خلي بالك دي سيليكون، تفرد الجبنه الزبده المربى الكلام ده كله. اه اه سهله معاك. لو انت قربت الكاميرا دي مختومه مش العاده. ده شغل ماركات. القطعه عامله 25 جنيه. جميله قوي. حتى لما وصلتش للخيط فهي نفس الخامه ونفس الماتيريال. بصوا ده شغل تصدير بره. دي بقى عايزه تفردي كده عشان ده في ال الجبنه المربى، الحاجات دي جميله قوي. الحاجات دي بيقول لكم بتتصدر بره. اه تيجي تفردي الكريمه اكبر شويه، تفردي بقى الكريمه برده 25 جنيه. 25 تفردي بيها الكريمه. اه انواع حلوه قوي، انا بحسبها سكينه. في منها الوان كتيره اهي. بصوا الالوان بتاعتها، الالوان بتاعتها جميله قوي. عم محمد عنده مصداقيه زي ما انتم عارفين، وتاخدوا الحاجه منه ثقه يعني. السكينه بس خامه عاده ب 20 جنيه. دي سكينه حلوه قوي. دي ب 20. خامتها عاديه ب 20. خامتها عاديه. اه ب 20 جنيه. 20 جنيه. اما اللي هي الحاجات دي ب 25 جنيه. ده شغل ماركات درجه ثانيه. ده شغل ماركات. اه في قطاعه معاها اهي، هيوريها لنا، نازل عليها عرض. بكام دي يا عم محمد؟ ديت 85 نازله عرض 45، نازله عرض 40 جنيه لحد برضه يوم الخميس الجاي. اه وريها لنا كده. دي كده القطاع اللي انت عايزاه. ايه بيتزا بقى اللي انت عايزها؟ بص حاجتها ايه؟ بيتزا لحمه بارده، مش عارف ايه، خضروات زي ما انت عايزه. معاها الكتالوج بيتزا لحمه، اي حاجه زي ما انت عايزه. دي معاها الكتالوج بتاعها.
عشان يوريك ازاي تتفك وتتربط. وانا في بالي دلوقتي هربطها لك وانت واقف. هيوريها لكم دلوقتي بتتعمل ازاي وبتتفك ازاي. نصلي على النبي الاول. عليه افضل الصلاه والسلام. الحاجه ديت تروح الحضورين دول تيجي شايله ديت تنضفيها وترجعي تاني تركبيها مكانها. بصوا حبايبي اعرفوا طريقه التركيب بتاعتها عشان مش تغلط. هو عشان كده كده بتاخد القطعه معاك كتالوج. الماتيريال بتاعها حلوه قوي. بكام دي؟ ديت عامله 45 جنيه مفروض في عرضها. احنا مثلا عرض العروض بقى 40 جنيه. عرض العروض 40 جنيه حلوه قوي. الماتيريال بتاعها كمان شكله حلو. هنا محمد بصوا حبايبي في اختراع جديد اهو. جميل قوي ده كده مكبس برجر الجديد. وتحط عندك على حاجه ده احدث حاجه. ده كده اهو. اسهل من اللي هو الحديد. اسهل من الحديد وكمان الحديد اغلب الوقت دلوقتي بيجي مصدي. بيجي مصدي. ده كل المنتجات اللي فيه بلاستيك زي ما انت شايف. ده بصوا كل منتجاته بلاستيك. بلاستيك ده بكام يا عم محمد؟ ده 25 يا عبد الله. ده ان شاء الله باذن الله عامل 45 جنيه في العرض. 65 جنيه. 45 حلوه قوي. بصوا كل منتجاته بلاستيك اهي بس خامات عاليه وحلوه. هتحطيه كده هيعمل لك البرجر بكل سهوله احسن من اللي هو الحديد. الحديد بيجي عليه ايام وبيقوم مصدي. لا بتقطعي الحته. هقول لك بتعملي ايه دلوقتي. دي عامله كام يا عم محمد؟ الكبه ديت بقى ناس بتعمل توم بصل. في ناس فرمت فيها لحمه عملت فيها برجر ولا لحم. تنفع للحمه؟ عملوا قطعوا اللحمه حتت صغيره عملوا بيها برجر لما اتزنقت. بتقول يا محمد تعبتني شويه بس الله اكبر عليها. الله نفعتني. دي كده اهي. هنا بقى كنت فاكرها للخضار بس. لا 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 ده كل حاجه الله اكبر عليها. ما شاء الله. لو هي باظت منك ما تلعبيش فيها. هاتيها واحنا بنصلحها. لو باظت منك هاتيها ليه وهو يظبطها لي. ماشي. بكام يا محمد؟ ب 55. 55 دي ب 75 جنيه. دي جديده برضو. دي اعلى من دي ثلاث مرات. بصوا شكلها دي جديده برضو. 75 جنيه واللي جرب دي او دي يدعي. دي ب 75. 75 جنيه. بصوا شكلها شكلها حلو قوي. دي يا نسا الماتيريال بتاعها عالي والسكينه على فكره حاميه اهي. شيلي دي 75 جنيه. لو اي حاجه حصل لها لو اي واحده حصل لها حاجه تعالوا له وهو هيعملها لكم على طول. دي ايه بقى يا عم محمد اللي في ايدك دي؟ ده مناعه اتربه. مناعه اتربه بتاع الببان. بتاع الببان والشبيك كمان. بكام ده؟ دي بتعمل 25 جنيه ان شاء الله باذن الله بدل 35. 25 اهي اشكالها. هو ده الشكل. ده مناع الاتربه بتحطيها كده ايه يمنع لك الاتربه من الباب اهو. هي معموله كده. هو عنده برده مجموعه كبيره جدا من الفوط اهي. الفوط دي عامله كام يا عم محمد؟ خمسة؟ دي 5 جنيه. دي ب 5 جنيه الواحده. في منها اشكال كتير. دي بتتعلق ليها هوك كده بتتعلق اهي. حلو قوي. ودي ب 12 ونص برده كبيره عليها بنوته. في منها اي حاجه بوريها لكم. في منها الوان. ام 5 جنيه. في منها اشكال كتيره قوي. بصوا في كمان اللي هي الفوطه الجرافطه ب 5 جنيه. اوريكم الوانها. في اللي هي اللي هي 12 ونص اهي. ده شكلها اهي. خامتها حلوه قوي وحجمها كبير. بصوا حجمها كبير من صغير اهي. اتفضلوا. بصوا الناس بتاخد منها حلوه جدا ومعروفه يعني خامتها حلوه قوي. هنا كمان عنده ال ده ايه ده بون الشعر. هو ده بون الشعر يا عم محمد؟ انما في جروب بالعربي صفحتنا على الفيسبوك. عم محمد ده بون الشعر ده ولا ايه؟ ده بني شعر. ده بكام بقى؟ عامل 5 محمد. ده عامل ان شاء الله 15 جنيه. خدت 2 ب 25. العروض بقى لحد الساعه من الساعه من الصبح لحد الساعه 10. لو خدت 6 ب 65 جنيه. لو خدت 6 ب 65 جنيه. ولو خدت قطعه 15. خدت 15. خدت 2 ب 25. 15. طب واللي هو ماسك الحلويات ده جنيه. ده ب 10 وخدت 6 ب 50 جنيه. ده ب 10 وخدت 6 ب 50 جنيه. والوانه اهي. الوانه كلها. والعلبه دي عامله كام يا عم محمد؟ لا دول كام قطعه كده ب 25 جنيه ولا 25 تركي صح؟ ب 25 جنيه تصفيات. ب 25 عشان دي فيها كسر. دي ب 35؟ عشان فيها كسر. قلت لها 25 اخر قطعه. دي ب 35 عشان فيها كسر. 25 هي كانت بتنزل غاليه. دي تركي. والحجم ده ب 25 بس دول اخر قطعتين عنده. عبد الله جاب الشكايه. عنده برده الكوبايات دي. دي الكوبايه ام 5؟ دي 3 ب 10. 5 جنيه اكبر من كده. دي 3 ب 10 و 5 جنيه اكبر من كده. عنده مجموعه كبيره جدا. اتفضل. عنده مجموعه كبيره جدا اهو زي ما انتم شايفين من الشغل. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
العروض دي شغالة لغاية يوم الحد الجاي ويوم الخميس اللي بعده عند أولاد النمكي. هسيب لكم العنوان بالتفصيل في أول تعليق مثبت، وكمان رقم التليفون، وهم عندهم زرع وعندهم فرش كبير جدا. وعم أحمد أهو، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة، وتنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة وتقولوا رأيكم في الجولة. مع السلامة.